اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومعكم في حضرة المساء. وصلنا لاولى فقراتنا لليوم، وهو اسرة اتحاد الدراجات ولاية الخرطوم. سعيدين جدا انكم معنا في المساحة دي الكوتش علي عبد الله احمد، رئيس الاتحاد المحلي لالعاب القوى ولاية الخرطوم. مرحبا بك يا كوتش. مرحبا سلام. مرحبا بك. كمان نمتد الترحاب للمهندس حسين ابو هاجي، نائب رئيس الاتحاد ولاية الخرطوم. مرحبا بك يا استاذ. مرحبا بكم. يعني في البداية خلونا نتعرف على مشاريع الاتحاد أو خطته المستقبلية في 2022. أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء شاكرين لقناتكم العملاقة، ونتمنى لكم التوفيق. بس في معلومة دار صلحة شوية، أنت في البداية قلتي اتحاد درجات، اتحاد ألعاب القوى ولاية الخرطوم. اتحاد ألعاب القوى ولاية الخرطوم. من خطة الاتحاد المستقبلية إن شاء الله، نحن تقريبا لنا حسي اسبوعين من ما تولينا رئاسة الاتحاد، ومن اولوياتنا قاعدة العمل لعب القوة، اللي هي بتبدأ من التدريب، هو اساس اللعبة. فان شاء الله قاعدتنا او بداية عملنا او صميم عملنا بيبدأ من التدريب، من تأهيل المدربين واعادة الصياغة للتدريب، وبنفس الكيفية التحكيم. أول عمل ونو كلفنا لجنة من كبار المدربين، الناس اللي هم باع في الحاجة دي، وإن شاء الله هم يتولوا عملية إعادة صياغة التدريب في السودان. نحن بالذات ولاية الخرطوم عندنا تقريبا 55 أو 56 مدرب، فاتضح لنا إنه كل الكم الهائل اللي كله الأغلبية العظمى منه ما عندها شهادة تدريب أو عندها شهادة تدريب أولية، خلينا نسميها أولية. فدي المعضلة الأساسية في عدم تطور لاعب الخرطوم. في إن شاء الله نحن نبدأ على تصحيح الحتة دي، بعد ذلك ننطلق منها إن شاء الله. طيب نقول ممكن نتكلم ونتحدث عن التأهيل والتدريب كيف بيتم؟ بالنسبة للتدريب أولاً دعينا كل أو شرعنا في دعوة لكل المدربين اللي عندهم شهادات والحابين أن يبقوا مدربين، فبعد ذلك هيخضعوا للجنة بتاعت فحص للحائزين على الشهادات، والما عندهم شهادات يعملون ترتيب على حسب مستوياتهم الأكاديمية. أيوة. من حيث دي هننطلق دي جامعة السودان، متمثلة في البروفيسور الدكتور أحمد آدم، عميد كلية التربية الرياضية، نحييه من هنا وإن شاء الله طلب مني يعني انه شهادة التدريب اللي بتمنح من كلية التربية في السودان او من المجلس الاعلى لشؤون الرياضة تعتبر شهادة معترف بها وممكن توثق في الخارجية، وممكن المدرب منها يعني ممكن يعمل بها خارج البلد او داخل البلد. فحاليا احنا ما عندنا مدرب ممكن يحترف برا، او ما عندنا مدرب ممكن يمسك لاعب ناشئ او يعمل عملية تخصيص لذول يعني اللي هو سمنة مفرطة. فلان التخصيص أو التدريب الأطفال محتاج لكادر فني بحت، ما أي ذول ممكن يعمل الحاجة دي. قد تقتل ذول يعني أنت وما عارف بالذات في عملية التخصيص دي، قد تدي جرعة تدريبية دي قد تقتل ذول. لذلك لازم تكون شنو مختص بنفس الكيفية. ممكن في الأطفال أنت بتنمي حاجات معينة في الطفل، يعني ممكن لو أنت ما مختص ممكن تحصل له إصابة أو تحصل له إعاهة تكون مستديمة، يعني تكون سبب يعني تكون سبب في الحياة. طيب مباشرة حمشي لك باشمهندس حسن، لو تكلمنا الأستاذ ذكر الأطفال والمدارس السنية والأكاديميات، تكلمنا عن الجانب ده، يعني فعاليات المدارس السنية والأكاديميات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على إتاحتكم الفرصة للاتحاد المحلي لألعاب القوى في الولاية. أدلف لموضوعك على طول، إنه نحن شرعنا في إنه من خلال الأندية نخاطب المحليات بالأندية. يعني كله عندنا سبع أندية، السبع أندية بتمثل السبع محليات بالولاية. السبع أندية دي هي يعني وجهنا إنه هي تخاطب المحليات، وفي المحليات تخاطب إدارات التعليم بالنسبة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي لمخاطبة للمدارس، على أساس إنه كل نادي بالمحلية يمشي المدارس يختار منها اللعيبة أو الأطفال
أو الخامات الموجودة بحيث إنها هي تبدأ تتطور في اللعبة. إحنا همنا الأساسي أصلا هو تطوير اللعبة. لأن فترة بتاعت حكاية بتاعت 7 سنوات أو 6 سنوات سابقة ما في أي نشاط رياضي موجود، عشان تجي تبني من جديد بتكون البناية صعبة أصعب من الهدم. ولذلك إحنا اتجهنا للمدارس، وفي فعلا أندية بدأت تعمل الحاجة دي، وفعلا في أندية بدأت تعمل النشاطات. في الفترة القادمة دي في منافسات بتاعت الدورة المدرسية، في هي تقريبا الدورة المدرسية العربية، يعني حتى استندوا لبعض الأندية إنه اللعيبة اللي هم فرزوهم أو جهزوهم بدوا تجهيزهم على سن يمشي لقدام، بدوا يختاروا منهم بعض اللعيبة على سن يمثل السودان في البطولة العربية المدرسية. كذلك في الجانب الآخر اللي هو برضو نحن بنكون متوافقين مع التعليم العالي برضو، لأنه في بطولات جامعات موجودة. إحنا قاعدين نعتبر نفسنا إحنا كده اتحاد الخرطوم، يعني هو الاتحاد العام أو أغلبية اللعيبة الموجودين بيكونوا هم موجودين في الخرطوم. يعني احتمالية الاتحاد العام بتكون على ولاية الخرطوم بتكون 80% من الاتحادات الموجودة في السودان كلها، لأنه أغلبية اللعيبة بيكونوا موجودين هنا، بالإضافة لبعض الولايات الأخرى. يعني إحنا ما نأخذ حقها، هي الولايات الأخرى هي برضها بتزيد في 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 مرحلة التنمية بتاعت اللعب. بالنسبة للمدارس السنية الآن نحن بدينا مع بعض الأطفال في يعني أخذ مثال مثلا شرق النيل، فيها نادي شرق النيل هو الآن أخذ منحة ممتاز في الحتة دي، لقى مساعدة من المحلية بتاعته، لقى مساعدة من الوحدة الإدارية بتاعته بتاعت التعليم، كذلك محلية ولاية الخرطوم في نادي صمود الخرطوم برضه هو مشوا لقدام في الحتة دي، أخذوا فيها منحة ممتاز. يعني طيب نجي في المسألة تحت الأندية دي، الأندية السبعة ذاتها هي وين وهي شنو ذاتها؟ عندنا نادي فهود مبدأ، هي ممثل محلية مبدأ، نادي كري، نادي جبل أولياء، نادي صمود الخرطوم، نادي شرق النيل، نادي أم درمان، دي كلها هي الأندية الموجودة أو المكونة للاتحاد الاتحاد الخرطوم الأساسية. طيب ممكن نتعرف على بطولات المدارس زي ما قلت انه انتم بتاخذوا من المدارس بتكتشفوا المواهب عبر المنافسات. نعم. في منافسات وفي لعبات والناس بتكتشف المواهب حق الاطفال. بتشتغلوا الحاجه دي في تنسيق دوري يعني باوقات معينه وكده ومن سن معين وكده بتاخذوا طفل، ولا بتعرفوا موهوب بتشلوه بتنموا الموهبه جواه؟ اولا العمليه بتاعت الكشف عن اللاعب هي طبعا بتكون اصعب مرحله اللي هي بتكون نظرة المدرب الفاحصة إنه هو هذا اللاعب عنده مستقبل أو لا. الحاجة الثانية إنه الدورات أو البطولات اللي أنت تتحدث عنها هي في بطولة دائما واحدة وسنوية بتكون معمول بها داخل الولاية اللي هي بيسموها الدورة المدرسية. لكن الأندية عندها شغلها الخاص اللي هي بعد ما فحصت اللاعب وأخذته تفحص جميع اللعيبة، يعني هو كل لاعب عنده ميزاته. لعبة ألعاب القوة هي تسمى الألعاب الفردية، كل لاعب حسب شكله أو حسب قوامه وبيصنف من ضمن أنه هو يلعب ياتو لعبة. عندك الألعاب بتاعت المسافات القصيرة، عندك المسافات الطويلة، عندك المسافات المتوسطة، وعندك ألعاب الميدان، كل واحد عنده تصنيفه. المدرب بعد ما فحص لقى أنه اللاعب ده هو ممكن يلعب في اللعبة الحددة له، ممكن بعد ذاك يطور فيه ويمشيه لقدام. في تنافسات بتكون هي احنا بنسميها الاختبارات الاسبوعيه، بيعملوها هم براهم، بيعمل اختبارات اسبوعيه للطلبه ديل، بعد ذاك بيحدد منها انه اللاعب الممكن يمشي لقدام او اللاعب الما ممكن يمشي لقدام. يعني حتى هو ممكن بعد نظره الفحص دي يلقى انه في لاعب يعني الرغبه داخله ما بتوديه لقدام. فبعد ما عمل المنافسات دي ممكن يختار له مدرستين ثلاثه يعمل لهم منافسه مع بعض لوحده، يعني كنادي. هي دي الحاجات اللي هي ممكن تمشي لقدام او تطور في اللعبه في المدارس. ايوه اكيد داير اعرف في مشاكل في عقبات بتجيب ليكم عشان تعملوا مشاريعكم وعشان تنفذوا الحاجات بتاعتكم دي. اذا بقت ما في مشاكل معناته ما في شغل. اكيد طبعا انا عايز اتعرف على المشاكل. دائما المشاكل اللي بتواجه اي عمل اول حاجه هي المشاكل الماديه. اكيد الآن نحن الحمد لله الدولة بتمر بمرحلة صعبة
بالتكاد انه احنا يعني بيعتبر انه الرياضه بتعتبر ما من الاولويات في الدوله. الاولويات الان هي الحاجات الاساسيه بالنسبه للمواطن. فالناس بتعتمد على انه من دخلها الخاص من المعارف من غيره بتقدر تمشي امورك في المشاكل الماليه. جميل جدا. طيب يا كوتش حنرجع لك في محطات معينه حنقف عندها اللي هي الدورات التدريبيه، الحكام، الاداريين، كلمنا عن الجوانب دي. طيب طبعا انا حديث عهدي بالاداره في اداره العاب القوى، لكن من خلال تواجدي داخل العاب القوى كلاعب وكمدرب كويس في 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 الملعب لبعض اللاعبين نفسي كويس، نمط فقيه حته الاداره دي. فانا من ملاحظاتي او خلال الناس اللي دربوني لقيت انه طيلة السنين اللي مشت دي او طيلة سنة في مدربين ما مقدمين اي شيء كويس. يعني ارجع لك ثلاث اربع سنوات او خمسه سته سنوات اللي ورا، تقريبا كنا في مسافه واحده كنا 50 لاعب ومدربنا واحد، بس في 50 مدرب وخمسه لاعبين كويس. يعني كنا الكم الهائل ده كله كان بيدرب زول واحد وكلنا كنا بندي. حصل العكس يا يعني اسي حصل العكس. ليه؟ لعدم تاهيل المدرب. المدرب هسي ما مؤهل، زيرو زيرو ما مؤهل. المدرب ذاته حاليا عندنا حاليا هسي اللي نحن اللي نحن هسي ورثناه من السابقين في اداره الاتحاد هسي زي ما قلت لك احنا الاداب لنا زوين في اداره الاتحاد. يعني مشكله مدربين ومشكلتنا الاساسيه تدريب. الأساسية تدريب. يعني إحنا هنعمل الحاجة دي زي ما قلت لك قبل، هنعمل على تأهيل الحاجة دي. هندعو الناس من هنا، يعني من هنا من داخل السودان. أنا بدعو أي مدرب بيعتقد في نفسه إنه عايز يأهل نفسه أو يمشي لقدام يحضر لنا شهادة التدريب اللي بحوزته، سواء كانت ليفل أو سواء كانت حضور شهادة حضور أو شهادة ابتدائية أو مبدئية عمل الاتحاد السوداني، صورة من الرقم الوطني، صورة مشاهدة السكن اثبت لنا انك لازم تكون من خرطوم. يعني انا حاشتغل على خرطوم، ما حاشتغل على السودان، دي ما مسؤوليتي كلها. أيوة. مسؤوليتي على خرطوم. الحاجة دي ما مجان، معاه رسوم هو مبلغ 1000 جنيه مع صورتين صغيرات، لان حنعمل لك بطاقة. هو المفروض يدفع قروش يعني؟ ما يدفع. انا المفروض يدفع التدريب. انا حقرينا الجامعة ودفعنا. انت أيوة. تقريبا انت قريتي مش قريتي جامعة؟ اكيد دفعتي قروش ودفعتي ما في شهادة. هو عايز يقرا لكن اللي عايز يشتغل. شغل انت، انا ما اهلك، انت حر. المدرب ده ما حر نفسه يدرب في السودان، يدرب برا السودان، يدرب في نادي، يدرب في مدرسه، هو حر نفسه. ايوه حر نفسه. لكن انا كمزول من مدربين ولاد خرطوم اللي هو عندي في كشوفات الاتحاد لازم يكونوا مؤهلين. فما كلهم حيدرب فوق لاعب ولاد خرطوم، ما كلهم فوق تحت حيدرب ولاد خرطوم. يعني دوره مدرسيه دار خمسه مدربين وانا عندي 50، ما خلاص حختار الخمسه على حسب مؤهلهم. بطوله جمهوريه حختار ثلاثه يمشوا مع المنتخب، منتخب الولايات. عندي بطولة الأندية وأي نادي حيجيب مدربه مثلا أو مدربين. فممكن كل الكم بتاع المدربين يكون شغال في وقت واحد، لكن لازم يكونوا كلهم مؤهلين. عشان أنا متى ما تحت اللي نمرة واحد أو نمرة 50 يكون ريدي، يعني يكون جاهز. طيب الإداريين؟ والله يا أخي الشغل الإداري ده تقريبا أستاذ له بقى في الحتة دي. طيب نرجع لك يا باش مهندس. طيب بالنسبة للإداريين الموجودين سواء كانوا أندية أو لعيبة أو اتحاد، لازم أول حاجة إحنا بالنسبة لنا يكون مؤهل تأهيل للإدارة. الإدارة أول حاجة بتعتمد على الشخصية بتاعت الشخص نفسه. يعني أنت كيف تدير عملك؟ عشان أنا أقدر أدير عملي لازم أنا أكون على دراية بالعمل اللي أنا بدير فيه. عندنا دورات، إحنا برضو اتفقنا مع كم مركز بتاع تنمية بشرية، ما أدري نقول عشان بعدين ما يقول الإعلان. على اساس انه هم يدربوا لنا الاداريين بتاعين الانديه والاداريين بتاعين الاتحاد نفسه. بالاضافه لانه احنا بنخضع لدورات تدريبيه للاداريين من قبل الاتحاد العام اللي هي بتكون خارج السودان، اللي هي بتكون بمنح او من مراكز تنميه او تبع الاتحاد الافريقي او تبع الاتحاد الدولي او تبع الاتحاد العربي، الناس بتخش فيها. بالنسبه لنا احنا كاتحاد الحمد لله رب العالمين، الموجودين في الاتحاد الآن المرشحين وهم فازوا في الاتحاد كلهم جامعيين الحمد لله. دي النقطة الأولى. الحاجة الثانية إنه الناس الموجودين في الاتحاد الآن كلهم متوافقين وكل واحد حسب عمله الإداري. عندنا
كل المجموعة الموجودة يعني العمل الإداري عشان يمشي لازم يكون في توافق ويكون الناس كلهم حزمة واحدة. بقى ما في توافق ما في حزمة واحدة ما في شغل حيمشي لقدام. دي الموجهات اللي احنا برضو وصينا بها الأندية في اجتماعاتنا الأساسية عملناها. احنا عملنا زي 3-4 اجتماعات وعملناها, ده برضو من 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 صميم العمل الإداري. احنا ما عملناها في مقر الاتحاد, عملناها في مقرات الأندية على أساس نحسس الأندية ونحن كلنا معاهم في في في, في صف واحد. أوصينا الأندية إنه العمل الإداري اللي عندكم لازم يكون فيه توافق ما بينكم. إذا ما بيجي في التوافق ما بينكم أنتم ما حتمشوا لقدام, لأنه المقداف بتاع المركب إذا بيجى واحد ماشي يمين وواحد ماشي شمال كل حتكونوا لافين. جميل جدا. طيب إحنا لسه حنتواصل في مسألة الخلل بتاع الإداريين والحكام دي, لكن هذه حنمشي للكنترول فاصل. مشاهدينا الكرام لسه متواصلين معكم في حضرة المساء ونتكلم عن ألعاب القوى والمشكلات اللي بتواجه الاتحاد في الفترة دي بالذات. مشكلات كثيرة تكلمنا عنها, لكن هنرجع لك يا كوتش علي ونتعرف على أنشطة الاتحاد في رمضان. خطتكم شنو؟ طيب من هنا بدعو كل من يعرف الحكم الدولي حكم ألعاب القوى أخونا عبد الباقي عليه ورحمة الله. فنحن بداية عملنا كاتحاد ولاي منطلق من بطولة تأبين المرحوم الحكم الدولي عبد الباقي المختص في مجال ألعاب القوى. فالبطولة دي هتكون إن شاء الله في شهر رمضان تقريبا ما بين 15 ل 20 رمضان بمركز شباب الربيع, راعيها أو تم رعايتها من أخونا وزميلنا البطل ختام الهادي, وهو من اللاعبين ألعاب القوى من قدام اللاعبين ألعاب القوى وحاليا رئيسا لاتحاد ولاية مين الأبيض, فهو داعم البطولة وراعيها إن شاء الله. فالبطولة تقريبا بتكون من خلال أندية الولاية أو التنافس عليها من الولاية, فيها كاس للنادي الفائز وميداليات لكل الفائزين من اللاعبين وحوافز مادية إن شاء الله شرف, وأيضا تكريم لأسرة الفريد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. عايزين منك رسالة لكل اللاعبين ولكل الإداريين ولكل الحكام, رسالة موجهة منك أنت بتتكلم فيها عن حاجات كثيرة أنت عارفها وعايز تتكلم عنها, فأنا بترك لك المساحة أنه تتكلم عنها. نبدأ من اللاعب لأنه حاسين بوجعة اللاعب. فإخواننا اللاعبين عشان تخوض منافسات ولاية الخرطوم لابد من انضمامك لنادي من خلال تسجيلك داخل كشوفات النادي, لأنه صميم عملنا أو معظم عملنا بيبدأ من انفرض طبعا يبدأ من الشهر الفات وينتهي في شهر 8 ده موسمنا بيبدأ كده فيه. ومن خلال هذا الموسم عندنا 5 بطولات موضوع لها جدول الفترة من اللي هي من شهر 2 لشهر 8, فكلها عن طريق الأندية. فأي لاعب يلعب قوة داخل ولاية الخرطوم لا يحق له التنافس بطولات الأندية إلا إذا كان منضم إلى نادي محدد. بالنسبة لأخوان المدربين, أخوان المدربين لابد من تأهيل أنفسكم في الشيء في الأول والأخير لمصلحتك, أنه إحنا في فترتنا القصيرة دي اكتشفنا أنه أكثر من 15 مدرب لا يحملون شهادة التدريب وفي نفس الوقت يقوموا بتدريب أو بإدارة التدريب للاعبين على مستوى المنتخب. فده الشيء تقريبا حسب رؤيتنا الفنية أنه دي لا مستفيد اللاعب ولا مستفيد المدرب, لانه يعتبروا ضياع وقت لعدم الفنيه او الالمام بالفنيه الكامله. فيا اخوانا اهلوا انفسكم عشان ما تمشوا انفسكم لقدام وتمشوا باللاعبين لمستوى العالمي. جميل جدا. طيب باشمهندس, يعني بنفس روح الحماسه اللي جيتوا بها وانتم جايين على مرحله مقبله ويعني في معيتكم مستصحبين معاكم اغلاط الدورات السابقه وانتوا يعني عندكم مشروع كبير عايزين تعملوه, متفائلين بالحاجة دي اللي قدام؟ متفائلين؟ حاسين انكم حتعملوا حاجة؟ تفائلوا خيرا تجدوه اكيد.
نحن متفائلين لانه نحن ان شاء الله بقدره المولى عز وجل انه الناس تمشي لقدام. لكن ما حنمشي لقدام ما لم يكون في تضافر، ما لم يكون في توافق، ما لم الناس تصفي نفوسها على اساس انه احنا نمشي لقدام. انتج لكن اعمل قبل ان تنتج. عشان انا امشي اعمل لي اسم للاعب عشان يمشي المنتخب، لازم انا المدرب يكون على اكمل وجه، لازم اللاعب نفسه يكون عنده العزيمه انه يحرز رقم او يحرز نتيجه ممتازه، لازم الاداري يوفر المطلوب منه للمدرب على سنه، المدرب على سنه، المدرب يضغط اللاعب او يساعد اللاعب في انه يحرز النتيجه المطلوبه. كوني انه انا عندي لاعب انجز جاب رقم بقى الاول في الولايه، مثل لي ولايه الخرطوم في بطوله الجمهوريه الموجوده، جاء الاول على كل الولايات، انا بالنسبه لي ده انجاز في المرحله الاولى. المرحله الثانيه عندي انجازات اخرى اداريه انا لازم اقوم اعملها. توفير البيئه المناسبه للمدرب، البيئه المناسبه للحكم، البيئه المناسبه للاداري. بالاضافه لانه انا لازم اوفر بنيه تحتيه ممتازه، سواء كانت مباني إدارية، سواء كانت معسكرات أو أماكن إقامة اللعيبة لإقامة المعسكرات، سواء كانت حتى الملاعب. هي الملاعب فوق طاقتنا، لكن الواحد بيحاول فيها بالمعارف أو بالعلاقات الشخصية الموجودة الناس ممكن توصل لأن هي ممكن تنجز أو تعمل شيء. فإن شاء الله إن شاء الله نحن اهتمامنا على الله، ثم على أخواننا الموجودين معنا إنهم يضيفوا معنا، سواء كانوا هم راضين بالاتحاد القائم او غير راضين بالاتحاد القائم، كلهم مع بعض يتضافروا، يدوا الناس الفرصه. يدوا الناس الفرصه، سواء كان انت شايف انه فلان او علان هو ما بينتج، اديه الفرصه، احتمال ربنا يوفقه. ربنا ما وفقه، في جمعيه عموميه ممكن هي تشيل الناس تطلعهم تجيب غيرهم. ثم نعتمد على الوزاره، ثم نعتمد على اخونا السيد الوالي على اساس انه هو يضيف في 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 عمليه الانجاز ويكون هو من المحركين للعجله. جميل جدا. يمكن يا هديل يعني من خلال الحديث الاساتذه يعني عرفنا انه المشكلات الكبيره كانت سابقا هي المساله بتاعت الحكام والاداريين، فاحنا بنتمنى انه تعالج المشكلات دي لاحقا. احنا شاكرين لكم جدا كوتش علي عبد الله رئيس الاتحاد المحلي لالعاب القوى، شكرا جزيلا لك. وكمان شكرا لك باشمهندس حسن ابو هاجر، شكرا جزيلا لك. و حسين ابو هاجر، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله يا رب موفقين ان شاء الله. نتمنى لكم انتم كمان برضه التوفيق ان شاء الله. هديل حنطلع فاصل؟ حنطلع فاصل ونجيكم راجعين ثاني لما نهايه الفقرات، عندنا فقره ثانيه ان شاء الله باذن الله.